العلاقة الزوجية إن لم تتأسس على الاحترام المتبادل وأيضا على العلاقة المتكافئة بين الرجل والمرأة مآلها الفشل والانهيار. الليلة الزوج جاي يحب يمنع هذه العلاقة من الانهيار. هذا محور حديثنا مع سي ناجح. ناجح، أهلا بسي ناجح، مرحبا بك. أهلا بك سي ناجح. بسرعة تفضل ناجح. تفضل ناجح، مرحبا بك سيدي في برنامج عندي. ما نقول لك حتى نتعرف على حكايتك أكثر، مباشرة تشاهد معايا هذا التقرير. طب ما كانش ناجح يتصور أنه بعد 7 سنين عرس مرته رميسة باش تطلب منه الطلاق. ناجح يقول أنه الظروف المادية الصعيبة هي اللي عكرت علاقته بمرته وخليتها تتبدل معاه. كثرت المشاكل ما بيناتهم وما نجمتش رميسة تصبر مع رجلها، الشيء اللي خليها تطلب منه أنهم يتفارقوا. والليلة جاء ناجح لعندي منقولك طالب من رميسة مرته ما تنساش العشاء اللي ما بيناتهم ويلموا عائلتهم تحت سقف واحد. كيفاش بدأت الحكاية؟ زوجتي تعرفت عليها في سليمان اللي تنابل، نخدم في البرد هذيك في ميدان الدهن. كان حالي ميسور شوية. قديش اللي تعرفت عليها؟ تعرفت عليها تو عندي 7 سنين. 7 سنين إيه؟ تعرفنا مدة قصيرة، حبينا، بعثنا قصة حلوة يسر، قصة حب معناتها اي حلوة يسر. ساعة قديش قعدتوا مع بعضكم مخطوبين؟ مش مدة طويلة. قديش قعدت؟ برسك حكاية شهرين. قدمت رسميا لعائلتها وخطبتها والا؟ جبت عائلتي من منطقة حزق مواطنة تجبنيانة ولا اسفاقس لدارهم، سميتها بالكلمة كما نقولوا احنا. وقعدت نمشي ونجي باستمرار لدارهم، وخدمتي كانت في نفس المنطقة في أمريكا. ما كانش تغيب عليا جملة. مع العلم في حالتها فم كانت ظروفها مع دارهم ما تعجبش. ما؟ ظروفها مع دارهم ما تعجبش، ديما مشاكل هي ودارهم. علاش؟ ما سألتش وما حبش نتدخل في أمورهم العائلية. قداش عمرها وقت اللي تعرفت عليها؟ 16 سنة. 16 سنة. بعد فترة تخلفت انا وياها في الراي على برشا حاجات. تخلفنا بحكم هي بنت مدينه وانا ولد ريف حزق غادي، ما نشك بعضنا حتى في التخمام، معناها مشك بعضنا. هزت روحي ومشيت للرواد نخدم. جاتني خدمه في رواد. فجاني التليفون، كلمتني العدليه، انتهار برشرشه لمراه حامل عندها 7 شهور. يعني بيناتكم علاقه قبل الزواج؟ قبل الزواج. باهي، قدمت روحي. اش كنت بيك؟ اه قدمت روحي، توقفت 12 يوم انا موقوف في مرناقية، ما يزورني حتى حد. لانك تزوجت بقصر وانجبت منها صغير على خلاف الصياغة القانونية، طفل عمرها 16 سنة، هذه عقوبة. صحيح. كتبت جواب بخط يدي اللي انا معترف بالبنية من امس، مش كل يوم طفل ولدي وكل شيء. ما عادش نجم ساعتها نزيد حتى درج في الغادي. جات جابوها لي فميكا، كتبت عليها صداق. كتبت تزوجتها في فميكا في المرناقية في الحبس. هي. هي. وخرجت بعد جمعة ولا 15 يوم خرجت. قلت هذاك مكتوب ربي وهذاك اش كاتب لي. انت المرأة هذية سمعني، بخلاف المكتوب وبخلاف اللي صار بيناتكم والمشكله اللي صارت هذه في انكم جبتوا صغير وهي قاصر قبل ما تتزوجوا، انت المراه هذه حشتك بها ولا ما حشتكش بها، ولا تزوجتها باش تخرج من الحبس؟ لا، اليوم انا هذا انا حشتي به. دونك تحبها المراه هذه؟ اي هذا حتى قرار، حتى ولو غلطت معاها وهي عمرها 16. قرار بيني وبين ربي بنيتي. انا حشتي به، مرتي ام ولادي. شنو هي المشكله بيناتكم؟ ما كنتوا عرفتوا؟ المشكله كي خرجت معناها الامور ما قلتهاش كما نحب انا، معناها الامور لقيتها تعبه برشا، قعدت نجري قلت هذاك ويزمني نعيش العائله وننجحها في الدنيا هذه، يزمني نخدم ونقوم بها وبس، غير مع العلم اللي وتنسى الغلطه اللي صارت سايره وتصير عند الناس الكل. وجوزت لا مش عند الناس الكل، لا راهي هذه اللي قاعده تقول فيه حتى تبدا الامور واضحه قدام الناس اللي يتفرجوا فينا. راهو مش كل خطا ينجم يصير عند الناس الكل، يصير عند بعض الناس.
إذا كان نقول يصير عند الناس الكل معناتها نعمه، معناتها الكل عندنا صغار مع نساء عمرهم 16، ما يجيش هذا. الحالة اللي صارت لك هي حالة خاصة بك أنت، قد تخص بعض الأشخاص لكن لا يمكن تعميمها على الناس الكل. واضح. لكن هذا ما يمنعش أنك صلحت الغلطة متاعك قانونا وشرعا. به ومن بعد قعدت في مخي نجري باش نعيشها العائلة هذه ونداوي ولدي مريض. باش مريض ولدك صح؟ حساسية مولود بها تبين يقول لي يبرا كان يولي عمره 11 عام. به ومن بعد به بقات في كل الحالات في كل الظروف تلقى دارهم أكثر من اللي تلقاني أنا في كل حالة، تصدق قدام ربي. ما أنت ما كنتش قايم بواجباتك. ما خلطش. إيه تعترف أنك ما كنتش قايم بواجباتك، لا تصرف صحيح. لا تعيش في صغيرك لا في مرتك. نصرف في المعقول، نصرف في المعقول اللي نقدر عليه، اللي كتب من ربي، اللي كتب. وهذا ما يفيش بالحاجة، ما يفيش بالحاجة. ومن بعد ما طورت الحكاية مشاكل بيني وبين دارهم. علاش؟ هم كل شيء عندهم نورمال وأنا لا. شنو هو اللي كل شيء دخلوا في حالتي الخاصة معناها؟ لا بالك تقصد حاجة أخرى، شنو هو اللي عندهم نورمال واللي عندك أنت لا؟ أي حاجة كما نطلبها أنا يرفضها وما. شنية مثلا؟ مثلا وتات مرة في رمضان حبيت نهز ولدي عشية باش نحوس بيه في رمضان كالناس الكل ونقضي قضية، رفض بها باش نهز. تلاقي شنو؟ أخي مرتك وين قاعدة؟ في دوب ما خرجت عشت في دارهم. في دارهم دوب عشت معاهم. ما عندكش باش تكري بالطبيعة. طلبت منها باش نمشيو لبلادي غادي ونعيشو غادي. وافقتني ومشينا. وكان في مدة المشي كان ساعتها فرح خويا. جات البالي باش نصدرها مع نصدرها ما نعملها فرح باش كان فما حاجة الحاجة اللي حرمتها منها في أنها ما عرستش. قلت هات معوضها لها في عرس خوك صدرت الزوزة وتصور موجودين عندها وكل شيء. فرحتش بها الحكاية هذه؟ بالطبيعة فرحت بها وكل شيء. جات للمشاكل من دارنا احنا كيفش؟ ما قبلوش للمرأة هذه، ما قبلوهاش داركو. اي ما قبلوهاش، عودنا رجعنا. كانوا العائلتين الزوز مش متفاهمين، عائلتي وعائلتها لليوم. هما كنروح غادي دارهم يسمعوا اللي بنتهم ماهيش متهنية. كي نرجع لهم يصير مرتك ويني؟ حاليا في سليمان. وين؟ في سليمان. مش عايشة معاك؟ مش عايشة معايا من قبل رمضان ب15 يوم. خرجت من الدار؟ مرضت. عملت محاولة ما نجحتش. محاولة فيش؟ هزيتها للسبيطار الموجي سليم. اي طلبوا عليا في المدة ذيك باش نشيح الشر نيكول. باش مرض؟ اسبوع في ساقيها مرضت. عمل المادة. اي لاباس ولا مش لاباس؟ الحمد لله تو طلبت بها هزها عدى عليها في سليمان، طلبني قال لي 10 ايام وتروح. اليوم انا هذا ما روحتش، مشيت حتى والدين باش نصالح كذا لا. اي شنو الوضعية توا بينك وبينها؟ هي في دار بوها وانت؟ وانا كاري في قمرت. حاليا كاري في قمرت. حكيتش معاها مرتك؟ حكيت معاها، قابلتها، رافضه ان هي ترجع تعيش كما كل مره، هي مش اول مره تخرج كماك. اسباب رفضها يرجع للسوء التفاهم بينك وبين عائلتها لا. والا الظروف الماديه ولا عملت حاجه تخرين للمراه؟ اسباب الرفض حاله اجتماعيه، ظروف ماديه اغلبيه الاسباب. ماك تعرف الظروف الاجتماعيه الخايبه شويه وربما والخصعصة شوية، ولو أنه مش عيب والإنسان اللي ما في حلوش ما هوش عيب، لكن صارت حاجة أخرى أقوى من هذايا. كان عنف لا عندي برشا. ما ضربتهاش؟ بكري صحيح. بكري. عندك برشا من. بكري صحيح، عامين التالي صحيح. كنت تضربها تو ما عادش؟ كنت أي لا ما عادش. أمور أخرى بيه. لا ما عندناش. واضح. أنت سيدي علاش جيتنا؟ نحب نلم العائلة، هذه أمور ما تعجبش معناها، هي في بر وأنا في بر. نحب نلم العائلة، نحب نربي ولادي، نربيهم مع بعضنا. ونحب على حلول مرة مع بعضنا. قداش قلت أولادي؟ قداش عندك زوز أولاد؟ عندي قداش عمراتهم؟ عندي 4 سنين و5 سنين ما بيناتهم. 4 و5 سنين. ربي يفضلهم لك يا سيدي، إن شاء الله تكمل تربيهم. على كل طالب شكون الليلة؟ طالب زوجتي. نحب نعرف شنو هي الأسباب، علاش احنا في الحلول المرة نعرف المرأة مع الرجل الحلول المرة. وتجاهد معاه وتوقف معاه، مش في الباهية إيه وفي الخيب لا، مع العلم اللي برشا وقت باهي عديناه وأكثر مدة باهي عديناها في قمرت لهنا.
ونحب معناها نلم عائلتي و عديتوها في قمرت. سكنتوا في قمرت؟ سكننا في قمرت وعشتوا في تونس. عشنا في قمرت. انت تو قادر باش تقوم بعائله ولا؟ باذن الله. تخدم؟ نخدم. اش تخدم؟ عامل يومي. تحسنت ظروفك على قبل؟ تحسنت. ما انت هتصور قوت يومك، تنجم تعيش عائله وتكري لهم وتوكلهم وتشربهم وصغارك راه مش الحمد لله قادر. ما انت قادر باذن الله. الحكايه اللي حكيتها لي هذه هي ناجح. هذه هي ما عنديش حاجه اخرى. الله اعلم. طالب زوجتك الليله؟ اكيد. على كل ان شاء الله تمكن الليله من انه زوجتك مدام رميسه تكون الليله في برنامج عندي. ما نقول لك وما تخرج من هنا الا انت وياها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. سي ناجح جاء البرنامج عندي ما نقول لك يحب ينقذ عائلة كاملة من الانهيار، زوج صغيرات ومرأة، تزوج مرأة على خلاف الصياغة القانونية، جابت منه صغير وهي عمرها 16 سنة، صلح الغلطة هذية وعاشوا مع بعضهم، لكن يبدو لي زوج عائلات ما تفهموش والزوز من الناس ما تفهموش لأنه السيد ما كانش يقوم بواجباته. على كل جاي الليلة يحب يدارك ويحب يعاود يأسس العائلة من الأول وجديد على اعتبار وأنه قادر على أنه يصرف على عائلة وأنه يأمن حياة تقريبا 4 من الناس، وهذه مسؤولية الراجل أساسا أنه يصرف على عائلته ويحاول أنه يخلي عائلته تعيش بالقدام. عندها على كل اللحظات الحاسمة مع محمد قاسم ونشوف شكون بحذاه في الاستوديو الفرعي الثاني. محمد قاسم مساء الخير. مساء الخير عليك. قاسم بحذايا مدام رميسة جاتنا من سليمان. أي بيه عندك شكون مستدعيك في عندي ما نقول لك؟ مرحبا بك. هاي تفضل معي. مرحبا. مدام رميسة مرحبا بك. في ساعة اسم رميسة هو اسم حلو، شو يعني رميسة؟ ما تعرفش المعنى نتاع اسمك؟ مرحبا بك. لا عندكش فكرة شكون اللي نجم يكون استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقول لك؟ والله شاك في شكون. عندك شك؟ باهي شوف شكك يلا في محله وإلا لا. شاهد معنا. هو شكيت فيه صحيح هذاك اللي شكيت فيه صحيح. شكون السيد هذا؟ زوجي. راجلك زعما علاش استدعاك الليله في برنامج عندي ما نقول لك مدام؟ شو قولي هاي نرجعوا لدارنا نعيشوا مع بعض، انا خاطر مانيش عايشه معاه في الدار. باهي انا باش نحكي لك الحكايه كيما حكاها لي سي ناجح وقول لي شنو الصحيح فيها وشنو الغلط. ناجح قال تعرفت عليك وعمرك 16 سنه تقريبا 7 سنين التالي، أعرفك عن حب، حبيتوا بعضكم، عجبتوا، عجبك، صارت علاقة يظهر لي خارج إطار الزواج، جبتوا صغير خارج إطار الزواج، صلحتوا الغلطة، عرستوا ببعضكم، جبتوا زوز صغيرات، أمور المادية يبدو لي ماهيش ولا بد، الراجل معناتها عمل يومي اللي يصرفوا في النهار، هذاك هو مسكن، هذاك حده، هذاك جهده. أنفان يقول أنه مقصر، قصر صحيح في أنه يصرف على عائلته وعلى داره، لكن يقول لك ما باليد حيلة. أنا ما في حيليش، حاولت سكن معاكم في داركم ما مشيتش الأمور، هزك لدارهم ما مشيتش الأمور، توا يظهر لي فاق وقال لي أنا قادر باش نعيش عائلة ونجم نصرف على مرتي. قلت له يا ولدي عملتش حاجة مع مرتك مثلا مش باهية، سوء معاملة، ضربك، ما نعرفش كذا. قال لي مرة بركة ضربتها وانتهى الموضوع وما عادش نعاود صنعتي، وقال لي أخويا مستعد نرجعها ونصرف على عائلتي وما نوصلوش للطلاق. فعندكم زوج صغيرات، احكي لي الحكاية انت مدام كيما تعرفها انت. باهي سي ناجح صحيح كيما قالك، هو يعني تعرفت عليه عمري 17 سنة جبت صغير الاول يعني ما غير صديق، بعد كتب صديق مشيت الامور هكاك، لكن يعني
طفل كبير تفاجأت انه هو مريض مرض حساسيه مزمن يعني ديما بالدواء وين يمرض ولده يقولي هز لامك كلم دارك علاش يقولك هز لامك خاطر هو يعني وياسر الدواء ياسر الدواء غالي ما انت ما عندوش ما عندوش خرجت انا نخدم جاب لي عاد المنفذ للمعمل قال لي مهملت لي ولادي السنه ذا يضربني ديما يضرب فيك ولا ديما اما اخر مره في سيف عمناول اوعدني قال لي ما عادش نضربك وعاود ضربك لا ما عاودش اما ولا الطريق طرق اخرى شني واللي ما يخليليش مصروف الجمله لا انا لا لي لا ولادي ولاده تعبين على الاخر لا يشري لهم حوايج لا يستعرف بهم في عيد لا يشري لهم عيد كلها في علوش ولا حوايج جمله كل شيء على دارنا كل شيء على دارنا انا ما انا ما خذيته هو ما خذيتش دارنا انا كعرفته هو تحديد العالم الكل دارنا وعمو ماتيو واهلي ومالية على خاطره هو سامحني حبيته الرجل هذا كيف حبيته ما دام خذيته حبيته لكن هو ما كانش معايا في المستوى انا خذيته مانيش نادمه وبزوز صغار تو مانيش يعني وحدي انا ولادي تعبوا في جرته خاطر انت كنشوف تسي على دارنا كيفاه لا عنديش كلاص كي العباد وين نقول دار بندي وطفل مريض بالحساسيه وين يمرض يشري له الدواء يقول لك ما عنديش كلم داركم اعمل داركم والا شنو يعمل لي برا اتسلف انا منين مش نتسلف برا دبر منين مش ندبر انا في بلاصه لا عنديش لا ام لا خو لا حتى حد ما عنديش فيها حتى حد كان انت نعرفك انت تقول لي برا دبر شنو وين مش نمشي ندبر انا بي مدى هات خلنا نسمعوه نشوف ايش ينجم يحكي وايش ينجم يقول هاي سي نجح هذه مرتك طلبت باش نجيبوها لك اش عندك ما تقول لها سي علاء بالنسبه للحكايه وهي على مده عندها برشا وقت التالي كانت الظروف هكاك صحيح كنت نتلزل دارهم بحكم انا بعيد على منطقه صفاقس دارهم اقرب من كل شيء وما فماش فرق بين دارنا ولا انت تحكي معايا ولا معاها معاك سي علاء لا معاها هي مش معايا انت اللي استدعيتها والكلام موجه لها هي مش لي انا نجح باهي رميسه تسمع فيها نسمع فيك بالنسبه للحاله اللي حكيتها عليها انت راهي عندها وقت التالي كي على خاطر علاش داركم كانوا اقرب من دارنا انا نسكن في صفاقس وكان نعيش في قمرت ولا نعيش في سليمان بالطبيعه شنو فرق بين اهلي والك اللي كان يشيلونا في حاله معناها عجزت فيها ما فما حتى مشكل ابقى المده الاخرى في قمرت اللي نخدم به حسبتك عليه وحطيته في ديك على اخر من الليل حتى مصروفي الخاص ما نحيتوش وكاني ماني صادق قول لي انا قاعد نتحسن بشوي بشوية بقى الضرب ملي وعدتك ما ضربتكش ما عادش نضربك واحنا جايين للصلح انا مش نحاسب فيك ولا حاجه كل شيء مشي وفات وانا جاي للصلح باش نلم عائله وليدات ما بيناتنا وكان فما اي موضوع ما يسالش نجم وما دام جايين للصلح مهما كان حاجه صعيبه بحاول لا تسهل هذا اش عندك باش تقول لها؟ فما قرار ما بينك وبين نفسك ساعه قبل الامور هذه فما قرار لازمك تاخذه بينك وبين ربي سبحانه وتعالى الداخلي انت في جاج القرار هذا تعرفه كان انت وربي كان انت مقتنعه بي انا 1000% من مهما كان موضوع مش تعمل عجره ويسهل وكان انت في غايه نفسك معناها ما حسيتكش بيا ولا حسيت بروحك اللي انا تفرضت عليك كزوج هذيك حاجه اخرى نجح انا كي خذيتك مانيش نادمه ذي الحاجة الأولى مش باش يدوموا لي دارنا اللي أنت باش تحط في بالك اللي أنا دارنا ضغطين عليا باش ما نرجع لك راهو دارنا باش يجي نهار ويمشيوا على أرواحهم ما مش باش يدوموا لي هذه الحاجة الأولى خذيتك أنت ما خذيتش دارنا أنا قول لي دارنا 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 علاش دارنا ما قالوا لك اسكن عندنا ولا تدفع لا كري لا حد شيء اسكن مهم هني عليها الطفلة قالوا لك ولا ما قالوا لكش دارنا هزوا 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 كيما لقاوك ما فيك ما تتصلح يا ناجح ما فيك ما يتصلح ضربت دارنا وما خليت ما عملت ما لقيت فيك ما يتصلح انا اللي خذيت قراري وحدي خاطر نلقاك ما تتصلحش مش من طويك انا من بكري عديت لك برشا عديت لك ما فيه الكفايه انا ما نقعدش انا يا طويك قداش من اللي عرست وانا نعدي لك من اللي عرفت وانا اطوي يتصلح طيب يا اخي انا باش نقعد حياتي كليك وانا نعدي صبرت عليك ياسر انت ماشي تمد عاد تقول لي انت مصروف تمد لي فيه في داية تمد لي 10,000 يا ناجح ولا 20 دينار وتقول لي هذا ما شدك جمعه كامله هل ترى انت راجل ما تشدكش ساعه بتمد لي انا 10,000 ما تمد ليش انا ما عندي ما نعمل بها انا 10,000 دواء ولدك
والمصروف الدار. قديش مرة قلت لك نشريو كلاص؟ قلت لي لا معنيش ظروفنا. قلت لك حوايج ولادك؟ قلت لي دوا ولدك؟ قلت لي فين باش نمشي انا اذا كليك صحيح هذا يا نجح؟ صحيح سي علاء. اي انا وشوف خويا نجح سامحني. نعم سامحني سي نجح. نعم توا المراه مشيت باش تخدم باش تعاونك وتقف معاك صحيح وتهز معاك وذن القفه جبت لها عاد المنفذ. اثنين يا نجح من دور الراجل مهما كانت ظروفه صحيح ما باليد حيله لكن مسؤوليه الرجل انه ينفق على زوجته هذا راه قانون وشرع. واذا كان المراه تنجم تعاون ما فيها باش تخدم زاد على رويحتها باش تنجموا توكلوا هالعائله هذه وتعيشوها. اما راجل كيف في كامل مداركه العقليه وبنيته الجسديه غير قادر على انه يداوي فلذه كبد وبنته يا رسول الله ولا ولدك مريض معناتها تكون عاجز معناتها تطلع له سخانه في الليل باش تنزل تداويه هذه مشكلتك يا ناجح حتى ولو ما باليد حيله وما يجي مشكل داره. راني مانيش ندافع على المراه هذه انا يعني المراه هذه ما نعرفهاش كيما انت ما نعرفكش انا ندافع على القيم اللي تجمعنا الناس الكل. سي علاء صحيح الوضع اللي حكيت عليه راهو قديم الوقت تو مش كيما قبل تو تحسنت الظروف اللي تحكي هي داري ما فيها حتى شيء انا صلحتها. انت وضعيتك تحسنت في شرك هاو تبدلت من قبل رمضان صحيح قول لها ما نبعثلهاش حتى فرنك قلت لي قبل رمضان من قبل رمضان اي ايه الحكايه عندها شهر ونص صحيح وتنجموا تشوفوها الدار تحسنت الامور اللي تحكي هي ماهيش موجوده وجدتها في داري علاش؟ باش نصلح وضعي. ايش طالب من المراه هذه انت يا طالب هي كان مقتنعه دارها اللي تحكي تو قالت برشا حاجات ناقصين انا راني وفرتهم هذاك علاش مانيش نصرف خاطر ما نجمش نوفق ما بين اربع حاجات ولا خمسه حاجات ما بين كرا شنو هو الاربعه ولا خمسه حاجات يا ناجح؟ عندك عائلتك وصغارك توكلهم وتشربهم وتلبسهم كو انتهى الموضوع. ما هو امكانيات في داري سي علاء برشا حاجات ماهيش متوفره هي ذكرتها هي تويكا وفرتها. مدى شنو ردك عليه؟ على الكلام اللي قال سي علاء كان نعرف ويتصلح من غير ما يوصل نجي لهنا اما انا الانسان هذا ما يتصلحش. باهي جيت تقف بعد مدى تقف يا نجح سي علاء اقف مدام اخزر له هذيك مدام انا اللي فهمته واللي حسيته انه رغم الخطا اللي وقع بيناتكم قبل ما تبنيوا حياتكم الزوجيه الخطا هذا ينجم يكون وارد هو خطا لكن تصلح حتى يكونوا زوز اولادكم من الذريه الصالحه وانهم يكونوا اولاد سويين وتكون العائله كلها سويه وجمعكم القدر الله غالب القدر جمعكم الظروف الماديه ما كانتش ماشيه معكم وكل راجل ولا كل مراه ينجم يتعدى بظروف ماديه خايبه ويقول لك كما قلت قبيلك مولاد تاش يحتاج معناتها مش اما كي تطويل خايبه ونعرفها قاسيه وقت اللي ولدك تشد سخانه ما تلقاش 20 ولا 30 ولا 40 دينار ولا 50 دينار باش تزول الطبيب مشكله كبيره هذه في اي عائله معناتها ما يتقبلش لكن ما باليد حيله لكن بالمقابل الليله جاي يقترح عليك في ظروف جديده انها ظروف تحسنت على قبل عنده دار ينجم يصرف نجم تصرف ولا يا ناجح وفرت كل شيء في الدار سي علاء وفرت فما لها القلص المحنون هذايا فما غاز هذوما راهو اساسيات الحياه راهو نحكيو فيهم راهو كي نقول لك غاز خاطر هي جبدت على قلص انا وليت حاير بالك شي ما فماش غاز موجود بالك شي ما فرجيدار موجوده فروشات زوز للاولاد واحد اللي هي موجوده لحظه برك راني جاي والله يا سي علاء كان جاي على القلص وكان جاي على الفريجيدير وكان جاي على الحاجات يعني الاساسيات ما نحكيوش فيه والله العظيم يتعدى وانا من اللي خديته ما عنديش هذا باهي هاو قال عندي يا ولدي شريت استناني عادي يا مدام خلينا نشوفوا ايش شريت يا خويا في الدار؟ شريت زفروشات صغار بالعجل للاولاد باه معناتها بيت نوم للاولاد استناني هذا كان ناقصك مدام عام زوز فروشات للاولاد اي واحد كبير للهي اي واحد كبير؟ اي بو بلاستين كبير هذاك لشكون؟ فرش كبير للعائله اللي انا وهي لشكون؟ اي للام والبو اي ايش بيك؟ ايش بيك حاسك تقول فيه؟ اي شريت فرجيدار كبيره اي جلاس يا مدام اضحك عاد استنى عاد اخي تحطب ماليه ولا شنو حكايتك؟ لا سي على انا شويه واهل الخير شويه عاونوا كيش بي اهل الخير يعطيهم الصحه شنو يا اخي؟ عملت غاز بالكوشه ما كانش عندي كوشه يا مدام هذايا للطواجن وللمشاوي ولكل شيء هي والتلفزه موجوده امورها واضحه هي
وكان باقي حاجات صغيرة نقول أنا في سورة ما هي اسمها بارابول نوفروها معنا حتى اسمها بارابول موجود بارابول موجود هي موجود توا يبدو لي بإمكانياته وبأهل الخير تلمدوا وفر هذول وكان هي تنجم تعاونك علاش لا يا نجم ما فما حتى مشكل سي هاي ها ومشينا نجم ترجع تخدم برغبتها هي إذا تحب تخدم نجم مدى أنا يظهر لي نجح قلبه به وأنت تستنى فيه رأى معناتها بصورة أوضح نحسك الرجل هذا تحبه وحبك ليه ما يخليكش تفرط فيه مش ندافع عليه ولا عليك أنت والله وراس أختي ندافع على العائلة وعلى زوز صغيرات أنتم الزوز دبر روسكم أما زوز صغار نحبهم يتربيوا في ذلكم راني مش قاعد نأثر عليك بقدر ما نحب نقولك راي لحظة مصيرية توا قرر فيها حياتك ما فيها بأس أنا في اعتقادي لو كان تعطيه فرصة اطلق ما عنده وين ماشي نجم غدوه ما يعجبكش الوضع طلق على روحك سؤالي ليك يفتح هذا الستار مدام نعم أم لا خذ وقتك خذ وقتك معناتها اللي فهمته أنك اخترت أنك تيتم زوج صغيرة يا سعلا ما هوش الفايدة في القلص وفايدة ذا كليك نعرف لا في القلص لا في بيت النوم يا سعلا نجم يجيب لي علوش منعيش أنا وياه متنكد ناكله العلوش بنكد أنت قلت لي نحبه الراجل هي أما أنت مازلت تحبه ولا قل لي إيه وإلا لا يا نجم مازلت تحبها المرأة هذه أكيد أكيد شنو نحبها من الله بيه قال نحبك أكثر منك أنت تحبه الرجل هذا تو تحبوا بعضكم الزوز وتقولي ما نحلش الستار وطبق ما نحلش خطر يا سي علي راه ما يتصلحش انا نعرفه اعطيه فرصه اعطيته برشا شنو قد انا نعدي في الفرص حياتي كامل عدي فرص نجم نعم نطلب منك انك تطلب منها اكثر من هذا بصراحه المراه مش مطمنه سي علي اللي بهت انكم تحبوا بعضكم سي علي انا لكان ما تبدلتش وكان ما حسش بالخطا من جيش وقول قايل علاش جاي البرنامج عندي ما نقول لك قدام الناس يشاهد فينا أنا ذور لي نيتو طيبة أنت بيني وبينك شاهية تحل عليها الردو ولا صراحة بصراحة شاهية تكمل معها الرجل هذا حياتك وإلا ما تحبش صراحة بصراحة خليني من القلص ومن الدار ومن العلوش ومن درشنو الرجل هذايا تحب تكمل معها حياتك انسى اللي صار إيه وإلا لا لا شكرا لك مدام إلى اللقاء أنا تفاجأت يا نجح ازدك شوي صراحة تفاجأت حسيتها باش تمشي للصلح لكن في آخر لحظة غيرت علاش فما سبب آخر ولا الله ما عندي كان تعرف قل لي صدقني لا عندي حتى سبب آخر شوف جايينك لهنا ما هوش خايب أنا في اعتقادي جايينك البرنامج عندي ما قلت يأكد حسن النية متاعك واستعدادك على أنك تقيم بعائلة بعد ما تتعدى البرنامج يا محكاية تعدوا في برنامج عندي ما قلك وتسكر فيهم الستار لكن بعد الناس رجعوا بعد ما تسكر الستار وما تحلش الستار رجعوا لبعضهم ها نقول لك علاش يرجعوا لبعضهم سلطة البرنامج هي سلطة معنوية فهمت كنت احنا ماناش نرجعوا في العباد بالسيف وإلا نسكروا في الريدو على العباد بالسيف لكن بعد ما يتعدى البرنامج ديما تتغير برشا حاجات لأنه جزء من السلطة المعنوية هذية نمارسوها على الناس باش نغيروا صحية الراس اللي في أذهانهم ونغيروا لهم شوية في بعض العقليات اللي تخلي الحياة العائلية لا تستقيم وردوها تستقيم أنا متأكد بعد ما تتعدى ليميشيون باش تستليفون وباش تكلم مع هذايا فريق برنامج عندي ما نقول لك منذ هذه اللحظة باش يتبع الحكاية بينك وبين رميسة وإن شاء الله ما فما كان الخير تحية كبيرة للنجم هاي نجم تفضل من هون نجم ربي عاونك خويا نسمع منك اخبار ان شاء الله مهما كانت ظروف الكوبل في الحياة الزوجية ومهما كانت قساوة الظروف المادية صحيح الظروف المادية تنجم تؤدي بزوز من الناس إلى أنهم يطلقوا لكن الصبر هو مفتاح الفرج الإنسان يصبر
فما طاقة تقولوا لي لا، طاقة الإنسان محدودة زيادة ما عادش. أنا ولدي صغير عنده 40 سخانة، ما عنديش فلوس باش نجيبو للطبيب، وإلا ما عنديش باش نشري له الدواء. صحيح لهنا، لكن هذا ما يلزمش يكسح القلوب بينات بعضنا، والإنسان ديما يخلي مجال، ها مجال كما نقولوها معناتها المارج دو مانوفر اللي نجم يتحرك فيه. أنا نتصور أنه جيان ناجح اليوم هي جاية صحيحة، ومتأكد أنه في الأيام القليلة القادمة باش نجيبو لكم أخبار صار من ناجح ورومانسة. مشاهدة طيبة.